قاعدين يلموا فيه معلوماتهم عن الجرائد. فاحنا الذي اقوله يجب علينا ان نكون صادقين في هذه القضيه. هذه القضيه ما ينفعنا فيها الا الصدق، ولا نخاف في الله لومه لائم. اللي راه يدير لنا في جيبنا يدس عنه، اللي راه شد علينا الموت ملك الموت ماجلوا علينا يطلقوا. فاذا احنا ما عندنا حتى علاقه بالنظام، واحنا نكفر باي نظام. هل يقولها من الان انا اي نظام يحتقر الشعب الجزائري بأي شكل من الأشكال أنا سأعارضه، حتى ولو كان قام من طرف المعارضة. هذه نقولها من هذا المكان، والمعارضة لم تصل بعد إلى سدة الحكم. حتى المعارضين الآن لو يصلوا إلى الحكم ويتصرفوا بسلوك يتنافى مع كرامة المواطن الجزائري ومع استقلال الدولة الجزائرية ومع تضحيات هذا الشعب المجاهد، أنا سأكون ضده. أنا كشخص سأكون ضده، ومن أراد أن يتبعني فمرحبا به، ومن اللي ما تبعنيش مانيش مطلوب في أي واحد. فإذا الكلام هذه نتاعت علاقتنا بالنظام، احنا النظام لو كان قادر يستوعبنا، لو كان استوعبنا عندما كنا إطارات. أنا كنت ضابط، كنت في رتبة نقيب موثوق من طرف القيادة كلها، ونلتقيت بأعلى القيادات في الجيش الوطني الشعبي الآن. أنا تلاقيت وتحاورت مع الفريق قايد صالح ومع اللواء جنايزية ومع القيادات كله نعرفهم. فإذا لو كان جات الإنسان يستوعب، لو كان استوعب عندما كان هذاك الوقت، لو كان جاء الإنسان يستوعب من طرف النظام في إطار الباطل، لو كان استوعب عندما كان كنا في التعذيب، عندما كنا في مكان لا يعلمه إلا الله، كنت وحدي، ما كان معايا لا نصير ولا كان عندي لجوء ولا ولو، كنت وحدي في زنزانة تحت طائلة جلادين لا في ليس في قلوبهم رحمة ولا عندهم دين، ولم يستوعبنا النظام. هذا الكلام راه للناس اللي يتكلموا في هذا الكلام البذيء. والآن نقولها، النظام ولا القيادات اللي موجودة في النظام إذا كان عملت الخير للجزائر وتوجهت التوجه الصحيح نحن معهم، واللي ما عجبوش الحال يدز معهم. إذا كان مشاو في الإطار الصحيح اللي يخدم الجزائر ويزيل الفساد ويرد الاعتبار لكرامة المواطن الجزائري وللدولة الجزائرية المستقلة، فنحن معهم. نحن لن نكون ضد أي إنسان يصلح ويخدم الجزائر، لكن نقولها كذلك، نحن ضد أي إنسان اللي راه الآن في السلطة ولا اللي راه دركا في المعارضة وراه يطمع باش يولي السلطة. نحن سنكون ضده ما دام يستهدف جزائري واحد. أنا النهار اللي احتجيت كلمت الفرقة الجنايزية، قلت له انا لا اقبل جندي ينزع الخمار على جزائريه من اجل التحقق من هويتها، انا لا اسمح به. فاذا الكلام هذا نتاع التلفزيونات خلوكم منه يا اخوان. اذا كان واحد مؤخرا جبت قصه قال لك دحلان وشكون الاخ هو رئيس السلطه قال تامر على قتل العرب، اللي عنده الان حاجه تدل على ان مثلا انا اتكلم على نفسي واتكلم بنفس القوه على هذا الاخوان الذين لا اعرفهم، مازال ما تصافحناش، لم نتصافح بعد، صح ولا والو خير ربي؟ إذن إذا كان واحد عنده حاجة يقدر يقدمها يتفضل، وأنا أقول له ما عندوش، ما كانش غير موجود. لكن أن يبقى الإنسان يعني عندما يعني يعجز على تحقيق أغراضه بالطرق الملتوية
يولي يطمح إلى تشكيك في الرجال والتشكيك في أبناء الجزائر المخلصين، فأنا أقول لهم لو كان واحد يمكن يطعن في إخلاصنا لمبادئنا ولمواقفنا لو كان عملها النظام. فإن الناس راهم يسوفوا في التراب الآن راهم يسوفوا في التراب، كانوا في يوم من الأيام يحيون ويميتون، الآن راهم يسوفوا في التراب. لو كان جاء عندهم القدرة باش يطعنوا في صدق مبادئنا والله ما يتخلفوا. فما همش الجماعة اللي قاعدين يتكلموا في اليوتيوب هما اللي راح يعني يشكوا في علاقتنا بأي طرف من الأطراف خارج إطار المصلحة الجزائر، مصلحة الجزائر. وإحنا مناش منويين، يعني إحنا مناش جياح، نفرق جيدا، عندنا حس، نفرق جيدا بين المخلص للجزائر والخاين. هذه يعني هذه نحن متأكدين منها والحمد لله. عندنا حساسية، استشعار عن بعد للخونة، وبالتالي احنا إذا قلنا باللي كاين إنسان راه يصلح، فاحنا عندنا الأدلة التي تثبت بأن هذا الإنسان راه يصلح ماهوش يفسد. ولذلك لا عليك من كلام هؤلاء الناس، ولا كما يقولوا الخبر يجيبه التوالى، ما كان حتى حاجة راح تقعد مخفية. وإن شاء الله إلى ربي سهل ووصلوا الناس هذو، ربما المعارضين يوصلوا للحكم ويلقوا الأدلة والوثائق وينشروها للتاريخ. فأنا أؤكد لجميع الإخوة المتابعين لهذه المبادرة بأن هذه المبادرة مبادرة نظيفة، وهي مبادرة مفتوحة، وليست عليها لا توجيهات ولا قيود ولا وصايا، لا من طرف النظام ولا من طرف المعارضة ولا من طرف شوشان ولا من طرف نور الدين. هذه مبادرة مفتوحة، إلى حد الآن لم يتحدد الإطار البشري نتاعها. كل من أراد أن يسهم فيها ويشارك فسيأتي مرحبا به، المهم أن يكون جزائريا. والله يهدينا إن شاء الله جميعا للخير. أخي أحمد، ألا ترى بأنه المشروع هذا نتاع المصالحة الوطنية يحتاج إلى قناة مستقلة؟ والله ماذا بنا؟ أنا يعني هذه المسألة يعني بين قوسين، منذ سنوات حتى في سنوات سنين الجمر كما نقوله، كان هذا كنت أتوقع، وكنت في معرض الكلام مع بعض الإخوة الأفاضل الجزائريين طبعا، تكلمنا عن هذا الموضوع قبل المصالحة حتى، كي كانت الجزائر تنزف دما، قلنا بأن الجزائر تحتاج إلى فضائية للإصلاح. لكن احنا يا مانا الله غالب، احنا ماناش مكفولين يعني، لا من طرف النظام ولا حتى من طرف، كاين جماعة يقول لك يعني انا يا راني مكفول من طرف الاسلامي، يعني قصدي يعني انا راني اسلامي، لان راني نتفرشك فرشك ويا الاسلاميين. احنا ناس الى حد الان اعطينا للجزائر ولم ناخذ لا منها ولا من اجلها، هاني نقولها على الهواء، واللي أراد أن يكذبني عنده الحق. يعني كان واحد مدلي، واحد ما مش عارف أنا يا دولة ولا واحد من المحسنين الذين يساعدون ولا جمعية خيرية ولا أي واحد، يقول لك أنا يا مديت النقيب شوشان مليم، مش عشرة مليم واحد في أي إطار كان، هدية صدقة أي شيء، يرفع صدره. احنا لم نتقاضى شيئا، نحن دفعنا
دفعنا من دمنا ودفعنا من جيوبنا ودفعنا من عقولنا ودفعنا من أجل الجزائر وبس، ولا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. لو كان احنا ما عدناش باش نديروا فضائية الغال، يعني احنا رانا نكافحوا من أجل أننا نعيش رؤوسنا مرفوعة، نعيش من عمل أيدينا. كاين واحد قال لي كاين نقل زجاجة تشتغل، قلت له أنا أشتغل وآكل من كسب يدي، لا أحد يتفضل علي. لو كان جا عندي المال لو كان درت فضائية بالجزائر وأنا فرحان، ولكن ما الغالب ما فيش وما فيناش. ما كانش واحد يقول لك يدير لنا فضائية باش يقسو لنا، ما الغالب ما فيش. ولذلك إذا كان عاد فيه إمكانية، إذا كان فيه واحد يقدر يدير فضائية من أجل المصالحة سواء جزائري أو غير جزائري يتطلع